You open the master valve. Wow. It's okay. Come on. Wow! Wow! Pretty strong! Wow! Wow! Oh! Ha! Pretty strong! Woohoo! Woo! Okay! ورحت محل السكراب اشتريت هذا البرميل نفس اللي في المقطع، واخذنا على جلبة سنة خارجية. يا السلام، هذا 2 بوصة، وهذا بعد هذا 3-4، واخذنا عليه بعد جلبة سنة وركبناها 3-4. يا السلام يا السلام، هذي هاي التعب من هنا سويتها. هذي اللي تنزل في البير، يعني أقص هذا من هنا وأركب لها زاوية هنا، وهذي أنزلها في البير مع شك بلف تحت. هذي أحط عليها محبس أعبي هذا موية لين يتعبى كامل. وهنا شوف هذا اللي تعبني، هذا لاني هذه قصيتها جلبة سنة وحطيتها هنا. هذه اللي بتكون تحت ركب عليها ماسورة، هذه بحطها على حديد، يعني رفع على حديد. وهذه الماسورة اللي تحت من هنا، الطريقة ان هذا البرميل تكتمه، اهم شيء ما يدخل الموية، الطريقة فيزيائية الموية ما تدخله مرة، مكتوم ما فيه ما يتنفس. وهنا بركب محبس اعبيه موية واسكره، كل برميل معبى موية. وهنا بركب محبس مستقبلا، فمحبس على فوق اعبيه موية في الماسورة هذه، الماسورة اللي نازلة في البيت تتعبى تكون معبية كلها موية. بعدين سكر المحبس، ما في اي مكان للهواء يطلع منه او يدخل منه هواء، علشان المكان هذا اللي سويته هنا وقصيته وركبت هذه الجلبة تركب عليها، تركب فيها ماسورة الى المزرعة ممدودة. بتفك المحبس تنقص الموية من هذا، وبيكون المكان فيه هواء. فإذا انكتم من الهواء وفي موية سحب الموية وطلعت من برا، هو يبغى اكسجين، يبغى حاجة شيء يكون مكان الموية، فما في هواء ولا في موية، يدور له مكان، يدور له مكان. المكان هنا في الماسورة هذه اللي فيها موية اللي منزلها في البير، في هذا البرميل مع الضغط الشفط يشفط الموية، الموية طالعة برا وهذا يتعبى موية، وهيك كذا يقعد يسحب الموية علشان. المهم تذكرون يمكننا نشفط من السيارات بنزين، وقصد تشفطون انتم مو بنا، نسحبها نطلعها برا، يعني بعدين نطلع الموية كذا البنزين، بعدين هذا البنزين يطلع برا. نفس الطريقة وطريقة مضبوطة ان شاء الله. فالايام جاية وبسويها باذن الله. يوم اني قصيت البرميل من هنا وركبت هذه الجلبة داخل، اخذت هذا 2 في 1، سكرت المكان كامل، سكرته من هنا. بعدين اخذت هذه الصبغة، الصمغ اقصد الصمغ الغرة هذا حق، وعليت عليه احتياط عشان ما يكون في تسيب، خليه لين يجف بعدين بروح احطها في السيارة الجيب. بعدين
الوقت ثاني ولكل حادث حديث. نعم إن شاء الله إن طريقة ناجحة. عبي البرميل موية من هنا وهذا ها ولا ها ولا ها وبعدين نسحب الموية ها بعدين ها تطلع الموية